عملية سرقة وقعت في إحدى القرى الفرنسية ظلت لمدة ربع قرن لغزاً غامضاً بالنسبة لسكان القرية والشرطة أيضاً، حتى أعاد السارق بنفسه ما سرقه خلال شهر نوفمبر الماضي. فما القصة؟ في عام 1999 سرق ديكون ذهبي زخرفي من أعلى صليب وضع في قرية بيسان الفرنسية. ظلت عملية السرقة مجهولة الفاعل حتى قرر المؤرخ ميشيل ساباتوري إعادة القصة بالتدوين عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والكتابة في الصحف. وكنتيجة لهذه الحملة أرسل إلى ساباتوري طرد داخله هذا الديك من قبل السارق نفسه. فرحة عارمة عمت القرية عقب إعادة الديك بعدما تمكنت الشرطة من القبض على الفاعل الذي اعترف بسرقته الديك بينما كان مخموراً.